اللي عنده 1500 درهم يعيد، اللي عنده 2000 درهم يعيد، كل شيء يعيد ان شاء الله. وكاين من الصغير حتى للكبير. غادا الشهبط زعما شويه، الناس راه محاكه شويه. رموكا الخوش يلاه جات من اسبانيا. اخوان السلام عليكم، كنت واجد في ضيعه اسماعيل. هذا الرموك شحال فيه تبارك الله؟ دابا الرموك دابا غادي يكون اخويا هادشي 400 350. السلعه كتهبط من الرموك الخوش. قول لنا شي حاجه على الاثمنه، شحال غتكون؟ الاثمنه اخويا كاينه القرنيه 58 والفرطاسه 52 الكيلو. الكيلو الناس راه محاكه شويه وربي اخويا راه هابطه. السوق السوق في البلاد راه حاوليه دايره 60000 البرود. الصغير هنا شحال فيه من كيلو خويا؟ الصغير تكون فيه 30 31. خوت غنسولو الاخ خدام هنايا. خويا بغيناك تقول لنا شي حاجه على الحواله ولا الاثمنه ولا الحواله. مزيانين يعني مرعيين، شي حاجه مزيانه كاليتي، دابحينهم مرارا وتكرارا ودقنا لحمهم يعني مزيان، والثمن ثمن مزيان، وسيرتو فيهم الدعم واحد 500 درهم من الدوله. ايوا مزيان الحمد لله. غراسياس اسبانيا. الغنم في المتناول دراوش. اللهم بارك. مزيان مزيان اريان اريان مزيان. مخلطه فيها الحوليه وفيها الخروف. ولا عين ولا عين ولا عين. الرموكه تبارك الله راه فيها 13 ثلاثه طبقات. الطبق الاول، الطبق الثاني، والطبق الثالث. الناس اللي ما عمرهم شراو واش تقول لهم؟ يزعموا. وبالعكس الناس اللي ما عمرهم شراو شراو هذا العام. تبارك الله. اللي ما عارفينوش هما اللي شراو كاع الاغلبيه. والاغلبيه تبعت اكثر من اكثر من الاخرى. تبعت كثر. هادو دابا اللي هنايا مبيوعين كامل. لا هادوك مبيوعين. تبارك الله. اللهم بارك. السلعة الاخوان راه يلاه هبطات، راه غادي تشوفوها في الفيديو تبارك الله. راه وازنه. وكاين من الصغير حتى للكبير. اللي عنده 1500 درهم يعيد، اللي عنده 2000 درهم يعيد، كل شيء يعيد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك خويا. الله يحفظك. الله يحفظك ليا. اللي بغى يجي عندكم نعت لينا لادريس. ضيعة اسماعيل، شارع دومارس، نيشان حتى الاخر ديالو، الرومبان ديال سيدي مسعود، راه كاينه على اليمين. شكرا جزيلا. لادريس ساهله ماهله. شي اللي كاين. شكرا خويا. مرحبا بكم. الله يحفظك ليا. مرحبا باللي جا. الله يحفظك. السلعة الإخوان اللهم بارك. ضيعة إسماعيل. نتمنوا من الله كل شيء عيد. هذه الغنم اللي جات الإخوان، الثمن ديالها خويا هذي؟ الثمن ديالها اللي بالقرن 58 الفرطاس 52. اللهم بارك. مازال غيجيو جي سلعه اخرى ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. يعني كامله الصغيره كيبان هو كيبان بحال ديال البلاد، فهمتي؟ اللحم ديالها دي مليح مليح دابحين. تبارك الله. بحال الحول اللي بحال بحال في الوالد بالعكس. هذا مرعي الربيع ماشي. المهم الخير موجود ما شاء الله في ضيعه اسماعيل. الرموكه راه يلاه كيخواش ما شاء الله. سميتك ما تبقاش. كانت الحوليه خويا ديك النهار ب 50 درهم، ما بقاتش؟ لا ما بقاتش. دخلت الحوليه؟ لا ما بقاتش. كانت دخلت؟ لا كانت دخلت. كانت دخلت. اللي بلا قرن 52 درهم واللي بالقرن 58 ما شاء الله. لا مليح. المهم اخوان راه غنخلي لكم النمره. بحال الاولى اللي جات هذه ماشي بحال الاولى اللي جات. ديال الضيعه اللي بغى يتواصل معاهم واللي بغى يجي عندهم على طريق سيدي مسعود. غتشوف من اللي هنا هنا ما هنا قال لي الباترون ما تخلي حتى واحد يجي فيه. الله يحميك. هادو الاخوان تبارك الله راه كاع مبيوعين. اللهم بارك تبارك الله. هذا الخير كامل تباع. هنا مخلط اخويا حوليه وحوليه. اللهم بارك. هادو كاع مرشومين الاخوان كما كتشوفوا، راه معلمين من الدهوره ديالهم كامله مالينوس هذه كامل. تبارك الله. شحال تقريبا هنا بالخير؟ شحال
شحال شحال من راس؟ واحد تقريبا الخوش من 300 حتى 400 ما شاء الله كامل شباعش. أوري السلام عليكم. الخير يلا داخل من إسبانيا، إيش كتقول لنا؟ كنقول لك خالي البارح دخلت 212 مشات اليوم. تباعت تبارك. تباعت دابا الفايز هو بيوح دابا نديرو فيه. مازال باقا تدخل؟ باقا تدخل زي 5000 أخرى. 5000؟ آه. اللهم بارك. العام غنطلي وصبة ليونية. حية الجالية اللي ساهرة اللي خدامين عليه أول حاجة. المغاربة اللي كيرعاو تما. اللي كيرعاو تحية ليهم. تحية ليهم. ولكن لا ب 1500 حسبوك. الصغير فيها شحال كتكون وازنة؟ الصغير أخويا شوف السلعة باقا ما هودتش باقي ما شتاش ما تقدرش تقول لي. تقدر تكون ديك 40 42 38 كلشي كاين. المهم غتكون موجوده ان شاء الله. السلعه موجوده قلت لك باقا جايه 5000. عندكم نتوما؟ عند مولاها انا صاحبي خدام. تبارك الله. خويا قرقوري شكرا لك. شكرا ليك اخويا وكنشكروك. الناس اللي عندها مثلا 26000 ريال 1500 درهم تشري. تقدر تشري كله. سابق انت زعما ود الحرف عارف. 34000 35000 الله يسلك بها بنادم. وكيف صار؟ خربان صغار ومويان اللهم بارك خويا هذا التليفون صرت عندي قناه شوف نلعب فيديو 65 66 67 68 69 70 الناس دراوش كلشي غيعيط ابتداء من 75 1000 درهم 70 77 اللهم بارك 70 79 فيفا اسبانيا 80 82 84 اتمنى مرفقة اتمنى مرفقة الحر بقعدنا مرحبا بكم الساكنة ديال كازابلوكا كمان مرفق كمان مرفق الحر رباخة وطلوا عدنا والسكان ديال كازابلوكا مرحبا بكم عدنا اتمنى مرفقة اتمنى مرفقة ضيعت اسماعيل مرحبا بكم اتعالى لو بغيتي تعيش يا درويش والمعيشة كاينة في ضيعة اسماعيل القرقوري غيهبط لينا الدفعة الثانية تبارك الله القرقوري وارى لي الخير الحولي رخيص الحولي المالينوس الاسباني الحولي رخيص الجمهور هنايا كلشي كاين تشادر عندك اختي 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 عندك السلعه قد شهود اللهم بارك ضيعت اسماعيل مرحبا فيفا اسبانيا
اللهم بارك تبارك الله خرفان مويان صغار اسماعيل ابتداء من ناش الكيلو واحد اصغر واحد شحال فيه من كيلو 40 كيلو ابتداء من 40 كيلو اللهم بارك وحيد الخرا ايوه الخري نواحي ولاد حدو طريق سيدي مسعود يلاه كيجابوا سلاله اسبانيه المالينوس رموك تبارك الله غدا شوي بقاو معانا كاينه خرفان صغار مويان اللهم بارك في متناول الجميع تبارك الله نتمنوا عيد سعيد للجميع ما تنساوش الخوت لي لايك لا دخلات ضيعه اسماعيل سلاله المالينوس الاسبانيه الله كيوصلات من المرسى ومازال كاين الخير مازال غادي يجيو رميك اخرين ان شاء الله.